مسبحي وحا دلكي وقال لي على بدنا هذا حسن الشيخ يرقل بدو أدي بنت كلي هاي الصومال يكون ريحين سيدو بالحش عمال أنا كشيسكي دي بي والله هرمرك عاد كشيك هاي سي أنت قولي يا شو دي فريسيان تيدي هرمرك سومال لو سكر لي أيضا ما أنت لا هاي وحيقوا الحش عاد بدين والحين المسبحي لوجي قال بك بدها وقتي من السنوي 10 كيلومتر كلي ويديني 10 كيلومتر ولها أدي اللي هذا الكار سيفري هاو دير سيفري أنت عاد كقاعدة كيسو دب ولا نقطة 10 كيلومتر نادي قو قلعة طبعا أبا قد إيش ما أنت لك شو تجين دول كي يبدأ بوين ولا لين هاي بقى ريو دي كم ده تقول روح حصل إنه حوي إيش الكيني دني ما دني عريت تيجي إنه ينعين راح نوان صدق يعني ملي بكسو شيء دين ما أنت محد إذا تا دبر مر صاخر لو جاي سنوي كده وأنت ما أنت ما حد سأل وش أنت وأنت وترد كتوي حوي وحوي عرين دعوة كوا قف كسر الصومالي هناك ضمن كره بدي سين لقاته هدي هو رمك عشان يكون سكر لا يدي وانت فريسة لا لين كريا شيء دي وبرلمان لا لين ما انت هدي هو رمري هاي شيء كم سكر موسى هنا استنوا وقت بدي انا يدي ده انا كريا شو فريسيان صوتيش على الله منها شني لا تنكي اوكس وحدها اذا كان كل عاي اذا كان يرنتي لبيش دوري استنك سنة اللي شو نسي يتون كل قبيلة لا حمر لقي قبقي إذا بدأ القوة داله يعني إن هالمال ساعد جدهم خسارة إنت على شو قالوا اللي سوت شبيه أفر بقوله محبوس إن كده ما تحري إلا هذا إد حلا وقاعد حل كويدي ما شرتوا إد حلاني ما شرتوا أنتي مبهر تاعين مدحوين كتشوابي إد كتشوابتينا كل دو عنا ونعكسن أخيار الملك الصور نقدر هون إنسان كسر دواده برامج كارو عن لي يلا دهنا سياسي عبد الحليم محمد موسى كم ده سياسيين تهرس سومالان أنت برامج كان سؤال واحد كنت لستاجت ونا حالته ودبي سومالان شيء سك سفكرت كاه عده مري سومالان يسود كل دولة إثيوبيا عبد الحليم سودو عبد برودو سي بي عبد برودو إبراهيم أكو سلامي سلام عليكم والسنة كعصب شيء سيدا نقول قابلة سومالان والمحاز حال السمالة في قياسها رقصوا حرس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فينا محمد عشرة رال رنتي ده وحوي وعندك صباح نحسن عاد دواتوين بدن وليس بدن عقب بدن بدن تقالوا أحرم بدن رنتي عيدعين سمالة كدعين وحوي سنة كنا حنو جعلين وحنو كجدبنو دقال هذا يا دبتوين كاستيزي في لقى سوق قبل هاي الدورة شاها نود السنة لقى بحلاي وشركة رنتي نسون نقطان هذا سوق سود وادو حوي حنوار كنا مك أنتي مدحون بيح لبشر روك اللي دمبيين تجي جيبوتي وكسوق علي مدحون حسن الشيخي عزي مدحونا جيبوتي مرجلة نكدي من هدنا ودو لي توبيا أو شيء سال كانا M O U مبرنجستان مبرنجستان أندرستان درا سفهنا قصة صحيح ده ووحي الله دور تي ذلك إيه كل مدة سوق بنا إيه وحي مقرن سشقة سوق بنا إيه وحس رنتي أنا دو لي يابي من شو تجي ودار كيسي يلا بدي عشوا هكوه ريبة إن دت كل أبى أقولي لأن يلا دي سيدي دور دي كعان كيسي أكبر إن دل يلا دي سكول كه بس سلوك سوق جرو إن السماء عليه وين تلاش ده قاركود إلا كبير ليه وش عليه تلاش سوق جرو سالي حقيقي بير بس كل يورجين يلا ها دبل دقة دبل دقة والله شيء لو عبرين مدحونهم أنت تعرف نسيته بدينا هشيس كسوق عليا تيون حتى حواد الله في سنوات كي لو شيء او مدحوينا وي ما نودت كي وحش الحين وحن وسيدا محيين ان هدي سيدي كعنكي انت السؤال ابو ليدتك لي هي ابا دبال دقه يمكن واحد اركا ان كوبلدي بلا صابدي ما يردي لي هي دتك وانا سو سارتنا خيريه دي بهلكاس لو قلبديا لا سو ساره حن لي هاي دي إن احتراف الفرادية
إن دلكن هرمري له هذه حوية ووحي حكومة ده يعني كل شيء يعني لا دورتي كجاب سمر كهربا لكن سوى حوية أنت أنا رحت قبل هشيس كا يضم عاج توبي بضة بوجلين حوية روح هذا مهم هرت مر كهرين السويدينه وسؤالي مدحوينا كنت هجنا اللي قبب هنا لقي شو جاي مانت إلا هذا كان كتشوهم هي مسؤولس وحكم بده شني لا تنكي أكس وحدها إذا كان خد عاي إذا كان يرنتي اللي بيش دوري سنك سنة اللي شو نسي تيادة لها قيمة لها هدي كلي هاي برايد كي هدي من كلي هاي قبك يتون كلي قبي دي لا حمر لقي قبقة هي إذا بدأ القوة داله يعني إن هالمال ساعد جدهم خسارة إنت على شو قالوا اللي سوت شبيه هو بيساند وحالها إن حيدا يلاقي فرن كراي يلاقي فرطة أفر بقوله محبش إن كده ما تحري إلا هذا إد حل لوقا قاضي حل كويدي ما شرته إد حلاني ما شرته إنتي مبيهر تاعين مدحوين كتشوابي عيد كتشوابتينا ما شرته سبعة ودعين دي بات هذي دعوة حوي ده وح كير با ومدحوين يالي وسيري وما عيد كلي وسوا حسلان وحنو كل وقنا هاي إن والله ده كلي هاي ما أنت لبق قبل قبل هذا اللي كان مقيه هنا مقرن قعدتي زمال تحس على حلو وتقول حلو وقتي لو قلت حساب تمي يقول هلا حساب ترى يقول تاين كتير إنه حساب ترى كله هرسية يعني أهين إن دولت احتراف أي لسه شيء سوى كشو ها هذه دلار خاصة ما يصير اللي هو بودي اللي هو قرب سجل مين المدن تذكر اللي سو تيجو ده ما هو تاجر ما سو ولا وحي وأنا جو مشوب قاعدني وحي أي كان غلط النوع تلمامية إذا هو حوي ده تروح وبا هنمرك هناك وين لقيت شو أبوه وحن أقول هاي ما أنت هذا مثل هاي دول كيدا تقول دقم من لو منافعات شري إن قبل هم بنتي وبضنت ليبي هذا أنا ما أنت أقولي بميزانية ده سنة كان 2024 قلنا وزيره ده عن زعي إن أنا حلا جالس وضر شرين إن هذا بنتكي لي هاي قبل ده أنت لكي عندي دولة كم قيهين إن تتكي عداود يقلبته دي رنتي أنا شو عارف ما تقبل والله نحدي جاي عداود تمها له شو صريق من جري إلى قلبه إن ما أنت أي مرة شو نلاش يدق عليه هل كي يقول لي دتيجو سيسي سؤاله شو حوي تم كوي كهر إلا هاي اللي لقيت جواب لها إلا هذا اللي قاعد إلا وقت قاعد بكرة حن رواي الدنيا رواي إنت ما يبغى نمان هوري من إبراهيم كواشنا حوي دوا سؤاله كم بدنا إلا هذا وبهن لقيت جواب هذين صور دافنا شيس كان لس أقلي سفكرتك حكور رسينا يا دمعة توبيا ده حوي ما أنت بالوضي ما توبيا بدأ شرسي يمين بدأ عسي يقولي بس هيلع بدأ بدأ بي أرن الصوت تاجنيد حوي تاريخ هذا مركز دبر رعد حوي وردل كان بديد دول كان بديد ده دوابة شكتا وردل أيه يقول ليه أي اعتبار أنا وش شكتا تاريخ ده رنتي كورن تاي مركز ده عند دحوينا أبي يوكلا إبراهيم سرابي يوكلا وكل شيء كني إفاد بسوق هذا بغرتوي إفاد هذا كسب بغرتوي مثل واحد أقسم وبغرتوي هرو شرتي هيدو دم شو وكتير شرتي مركز ده مرا الصومال ده يرمض يقول لك أصلاً مركز ده بسكوب بلاد سوق بسطي إلا بريجا مليلك مليلك إلا بعد oo dulkan oodan leeydaha oo ka tan jiray sidii taariikhdooda ku hayaan ilaa waqtigaas waxay taariikhdooda ku sheegtaan inay dulkan oodan iyo badan baleeyeen waqtigii ahmed guray dadkii ugu yimina waa dad etiopiyaan marka haway markii horeba waa dul ay iyagu marro sheegtiin waa damacoodanina hadda ma soo bilaabin inay de waqtigii ingiriiska xataa u joogi waxay kula gurgurtamay inay kula xal islaas in dulki howdan receiver ee markii hore 1954 ee ingiriisku si in loogu bedelo badda seela ingiriis ba ka diiday ingiriis ay noqon la xishaal badan dulkeen iyo haddii soo dulka siiyadana baddeeni badday maartay runti kama ogolaanin
دمع عسين تصور مصور صحنا أو صوت حنا بدحوني أشي موسكوري وي سؤال شنو مرة والبوي ولو يدين شنو وشرت أنا عقال بكم إذا حبي إبراهيم عقال حبي عقال بكم إذا ووقت جي من السنوي 10 كيلومتر كلي ويديني 10 كيلومتر ولها هذه اللي هذو الكار سفري هاودير سفري أنت عندك قاعدة كي سودي ولا نقطة 10 كيلومتر نادي جو قلا تبطن ريال مدحوني عشا سولني بدو والبو حياة سؤال هر تاعني أنا مرنا بك أو قلا مرك أي توبي مركز مدحوني كسر سؤال الله سمر ويدينيس مدحوني ولا ويدين ما هو أحباد بالعوض عندك كلمة كي واحد لو قدر يقبل بالعوض ما وحوي تاسع ترتي هشيس كي مرك الله سوق قلا الناس إذا لنوك شيء جو حوي لبعة 10 كيلومتر وبطة نوك نوك يبيش ملتري oo ganacsi iyo base military baan noqon karaa Ethiopia waxaan ognahay inay leedahay ciidan xoog leh oo badeed oo ilaa 2018kii ay dhiseysay oo tababar iyo ciidan iyo maraakiib leh walaal hawayeede in ixtiraaf la raadiyo in dadkan dalkan horumar loo raadiyo waxa weeye waxa xukuumadda loo doortay waa inuu bogaadinina wixii dadaal ah ku saabsan laakiin waxa weeye waxa marka heshiiska noocaas ah ee masiiriga la sameeyo waxa baahan tahay wax dhinacyo badan dhinac walba in laga eego waxay impact negative impact yeelan kartaa waxay haddeen kale yahay faa'iido ku leedahay ma isku dhigmayaan ixtiraafka Soomaaliland marka adeegto ixtiraafka Soomaaliland Ethiopia sinaso iyo 20 km badda iyo base military bal waxa isku dhigmayaan islima yihiin horta may ma qabo waxa weeye waxa leeno sheegay ixtiraaf forta aan ku soo noqonay waxa la kala bedeshay waa 20 km oo badda ah iyo beddelkeedu in share laga siiyo Soomaaliland laga siiyo diyaaradan Ethiopia Airlines ixtiraafka waxa weeye deenow kaadhkeena mar bayna wada dhignay miiska si degdeg ah runtii waxaad moosaydeen wax loo galay laakiin Ethiopia hadalkii u dambeeyay Ridwaan anti doon sheegay ay xalay sheegay Ethiopia amniga qaranka ha wuxuu markeenu dhameysano arintaas noo dhamaatay badda iyo inta aanu ku heshiinaba helo markaas aan hadeeb idinka leeyahay in depth assessment qiimeynu dareena traf iyo ixtiraafka bismillaah in magaraasa ixtiraaf aanu dareena ixtiraafkan waa loo wax sahlan maaha oo dawlad qoro ku ixtiraaf hadiba aanu aan xitaa Ethiopia oo in ixtiraafaysa dawlad qoro ku ixtiraafta ixtiraafkum ahna kursina kuma fadhiisana mid oo mid eegad iyo mid caalami ba kuma fadhiisanaysin dawlad badan maanta ixtiraaf haysta jira waxa kamida Taiwan dawr 10 haysta Kosovo kamida 100 haysta waxa weeye ixtiraafku wuxuu leeyahay procedure in 2/3 aad hesho 100 dawr 90 ka wadan ee dawladda caalamka jira inaad shanta veto power kale ee magaranaysa qaraabada iyo veto power kale inaad intooda badan haysto marka intaas waxa haddii ka kala dhiman tahay ixtiraaf waxa weeye wuxuu wax loo soo maro procedure kaas oo dhan yelka ma diideyna inaynu mar dal iyo laba iyo saddex iyo bantiiba isku darsanno laakiin waxa weeye arrintani waa arrin masiiriya waa arrin miisaan leh waxaan anigu leeyahay siyaalo ka badan oo ka sahlan oo aynaan halista aynu masiirkeena gelinayno aan ahayn aynu ixtiraafka ku helin oo ku heli lahayn way maxaad maxaad talaabo kale la qaaday maxaad taageersan oo waxaan ogaa oo aan xogaal ka ahay dawladda Iraan ka mid ah Russia timi dawladda Russia markii dambana dawladdii Silayn way timi dawladda Russia waxay doonaysay badaasi isla bay badaasi in military base laga siiyo oo ay ku yeelato talada marinka ballaaran ee strategic-ga badaas waqtiga assessment iyo daraasad bay la yimaadeen muddo ku jireen waqtigii riyale markii dambana dawladdii Siilaan iyo qarsoon maaha wax cad weeye deesmuuse iyo xukuumadda nidaam ragii kulmiyo ay ka warhayaan 8 iyo 30 sano ee dawladood ayay gacanta ku hayeen bal qaadinay 8 iyo 30 sano dal ay ku jiraan inay ixtiraaf ka dhameynayaan oo ay hayaan kariyer mudii ruushka u diinaya Siilaan iyo waqtigii Ruushka la siiyay sababta loo diiday waxa ahayd
إن قوتها جديدا إسكسور شيء ده أرنتي عينه كله لونه أما دناها conflict interest كا عالم كاش إنه مقرنشة خلاص راح ويا ده شيء كله قليل لفتيشو وإنه مانتا تن إثيوبيا لفتيشو واحد نقطة ده international issue كبحري international issue متى عالم كي ورم بكالي دنا بدنو جديدا ودولة بدنو جديدا بحوي مانتي كوير دمية كواسي مانتي إنه كله لونه ما marka xawii waxa u baahan tahay daraasad badan aqoon badan iyo tuwaatashi xisbiyadii mucaaradka ku xafidka aqooyahanki in loo dhamaado oo dhinac walba lagu sameeyo daraasad balaan laga sameeyo xalisaha runtii aan waxan ka soo qaadan karaa Ethiopia markan khatarta magad dulistay khatar heshiiska inuu Soomaaliya ku leeyahay wallahi horta Ethiopia waa dalan jarnaa wax badan baynu isaga baahanahay xiriir ganacsi baa naga dhaxeeya وأنا تاريخ أن أنا أقول 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 أن وين نقطة عد مركز أوبا هانس أوبا هاتو حاجة بحكرتو هذا مقارنة سكسار كرتو أسوأ شيء يعني أود حكم دوني إني دوني يعني سفكرت يو بدا هذا اللي حكم دوني بشيء يعني والله وارن ساسي لي لكن حوي هو الرئيسي وأبي أحمد مر البوشيجي هدو ده هذا الكوي إنه حكر هذه نية أنا كوشي جد ده الكامبين الشكتة بلقى هي هدان درجم ببطقه تندرجو ما بتوقع حوي حبنا بالله شو دوبا يا هدي بنت كري هسي فوت كوشو جلي كرو تا إسرائيل بكم بده زي كوشو بشيء نيوجين ما أنت هالك لما رستنا أركينا حوي حبنا هدي ما أنت حوي دل كا دي كوي منا يا ديارة ده أما مراكب كوي منا يا وحلس بدل كمل في الكرتين أما مريكنا أما دولة قوة بدل بهات حوي دي وقت جا كريم كا هدي وحكت شبيه أنا ما أذوب بعده ودل أذ ما قرنا سا شرع يا سيدي نحن كرو كاب بحكرا لكن شدل شارنا تهين ودا أنت عليك أديجينا كم بقولين كريا دل كي بقفسن كريا أينا مرن تينا أينا قبل إنه ما قرنا سا أنت أكو كوبنا ريان إن أكو كوبنا ريان الكاس أنو من قبل قيمنا دين لا بين أوجي ما كرتا لقن حما بين أوجي ما كرتا حقيقة من رزق جلوان دراجز يعرفتي إنك بابا دي بنا بيتي دي بين أوجي ما كرا وحاسون القيمة إنه وكو وحكلو كم إذا دولة إثيوبيا معها دولة لقالة بدن بورنا حين دولة حلقة فائدة معها أنت هالك أيق مريض شو دكتور قاعدين كود يشقاله هود هيو حمال كود بيجي قوته ده ده إنه حكف عيدي كرينه معها شو قاضب كلام معه ما صدق هذا وحويه حين اللوم هنا وين ما أنت قيمة وين كلنا هاي استراتيجية ده مرن كابدين إنه دقينا هاي سمالنا سنو اللوم هنا حين اللوم هنا ما أنت الدولة ده هسولنا وحويه مرن كا استراتيجية ده نفرينا وكلنا نقول صحبرنا إلى إنه ماركت كم إنه تارجت كرينا سوق قوي لنا أما عالمك هذا من كذي هاي هم بري كقبانا أبغالي لا تكمل يو كوا كلا هذا من كذي هاي لان لوكنا وأنا أمريكا تبغى شيء كده بيكون شيء برونتي ملا كلا با راح وي كعمق هاي تها استراتيجية ده ما أنت مرن كا إنه كلنا هاي أود حوي كلها مشيت في إثيوبيا تودج حسام هاي من حسام هنا في يلنس هاي في يلنس
arintii aadiga lagu doofayshiray miisaanka ugu doofayshiray Ethiopia hadda tii kugu habraynaysay ee aad diimadka leeyahay ay qiimaha weyn kugu haysay waa dowlad aan bad lahayn waa dowlad imaka kaliya waxa ay wax soo maraan halkan de in yar oo aan naf lahayn baa soo martay Djibouti wax soo maraan Djibouti $2 billion baadi gaay u qabtaan oo kaliya ilaa ganacsiga oo maraa transit baadi kor ku maraa sanadkii $2 billion waa dad dal balaadhan inay helaan alternative kale iyo bad ay leeyihiin in alternative kale aan weyn oo gal lahayd wax weeye barbarin siin oo 99% share ka siin saay barbari corridor baan samaysan saynu wax weeye ibinno oo kala faa'iideysano iyaguna isticmaalaan dadkeena maanta si hadeen iyaga bad siino barbari maxay noqonaysaa bis fesmankii intaa leekaa ee DP Well ee la geliyay imaaraadku geliyay aynu shirkadda ku ahayn iyagana ku soo dhaweeyay barbari markaa maxay noqonaysaa waxa noqonaysaa meel xidantay corridor-ka aanu sameysanay dadka inuu sameysanayay suuqayna garanaysaa dhaqaalahayna weyn maanta ku dhisan yahay in badan inaan ka badino oo aanu garanaysaa target-keenu xaaladda waxa weeye 100 ilaa 200 milyan haddii bad aanu siino oo garanaysaa halka ku yeeshaana waxay noqonaysaa koow barbare iyo suuqii aad suuqeena deynta hargeysa burcay inta isku koobana noqdo laba waxa noqon kara oo kale hadii mid keenay yahay Djibouti oo dal walaalay nahay jaarnahay inuu jaarnimadaasi xitaa xuduuddaasi maantaasi noogu dambeyso iyagana dhaqaale burburkaasi ka soo gaaro madaxweyne Biix markii uu ku soo digay madaarka qodobada jeediyo wuxuu sheegay in hadii Ethiopia ay xoog doonayso inay ku qabsato Soomaaliland badeed iyo Xamarba aan waxba ka hortaagneyn xilligan laakiin ay ka doorbidayso wanaaga jaarnimada iyo wada hadalka waxa ku doonayso heshiiskan ay safkaradka la gaarnay hor dhac u yahay lana ansixin doona marka degoleyaasha la mariyo hadalka madaxweynuhu saa u dhigay wuxuu kula muuqday adiga walaahi hadal waxaan buu suu buu dhigay laakiin waxa weeye Ethiopia ha halkaasi dee imakaba haday xoog inuu qabsanayso dee waxa ka hortaagan shuruuc baa ka hortaagan shuruuc caalami ah ka hortaagan marka waxa weeye sidii horeba uu sheegtay waxa jira haddaan wada hadal iyo waan ku weyno xoog baan ku raadinayaa ayuu abiy afkiisa ka sheegay marka waxa weeye tahay waxaad moodaa inaan caadalka caalamkana dee waxa u dhexeeya shuruuc baa u dhexeysa Ethiopia hore waxa weeye cadaawad guuna baa hore inooga dhexaysay waxay intaasoo dhan way u qorantaa inagu haddii inoo qoreen inuu lewne ilaa dagaalkii axmed gurey 4-6 baynu dagaalana 77 baynu dagaalana intaasoo dhan way u qorantaa dadka inta badan dagaalkaasi dhex marayeen dadkii reer Soomaaliland bay ahaayeen waxa la isku hayayna marka axmed gurey soo reebtay oo diin fidiye ahaa haddana iyagu waxa haystaan dhul uu isku haysanay dhul ku dagaalamayna cadaawadii iyo taariikhdaasi waa xuquran oo waxaan ka bixin oo wax dhulkii weli ay sheegtaan oo kan iyo ka aynu ku wada hadlay ku dagaalamaynayba ay sheegtaan waxa weeye arrintani waa arrin masiir ah arrin si degdeg ah oo muddada la wadaay deemaka waxa la sheegay inay bil ahayd oo qarsoonayd weliba si qarsoon qoraalku meen ku aragnay bilad waxa weeye madaxweyne tagay oo anidhi wax MOU baan soo xasay heshiis baan soo galay ayn baynu ku war helay idii hore ogeyd ma jirto madaxweynaha maalintii horena dee waxaan ogeyn inuu yidhi farmaajo siro fudu inta loogu yeedhay yidhi farmaajoon meesha loogu soo geliyay axmed abiy axmed kadibna heshiis halkaa degdega loola gaadhay inay hargeysa oo tagaan yidhi waan soo qaaday hargeysaan oo imanayna yani weyn ogeyn dadkii markuu kacay untii ay baaqatay tanna waxaan arkaa inay tii lamid tahay inay tii lamid tahay oo degdeg badan jiro iyo runtii maskax runtii aan aad wax u shaandhayn xurmiga mudanyay madaxweynuhu waqti extension ku jira 9 bilood buu harsan
waxaan u baan arkaa fashalka intaas oo dhan dhacay waxaan in wax lagu daboolayay tahay kiis waxa ku wanaagsan dalkii intii hadhay maanta wali gacanteena ku jirta in si wanaagsan la isugu doono madaxweynuhu si nadiif ah uga tago wixii uu qabanayana sii qaban karana waan ku bogaadinaynaa laakiin waxa weeye inaanay noqon wax degdeg ah oo uu keligiis ka go'aansado keligiis ka marsado waxa weeye wax tiro loo dhan yahay oo la miisaamo oo dhinac walba laga eego xilmu oran keligiiba gobanka gaadhiga ku sheegay in heshiiska fikradka uu soo galay uu golayaasha keenayo brosesska sharciga dalka marinayo taasi maana ku muuqan horta dhaqanka halkan ka jira runtii dictatorshipka ah iyo nooca uu shaqeeyo waan dhaqaana somaliland wax badan oo lagu marsaday adeebinkii leeyahay golayaasha si aan sax ahayna waynu ogeyn dhinac walba ku dhabanday aada mooddaa inaanu qaadan xeerkii baad aragtay halka lala marayo doorashadii baad mooddaa imika da carqalad badan inuu ku yahay marka waxa weeye golahaana waxaan arkayaa golihii kursiyada isagaas ka yeeshay kanna inta badan isagaa leh xaqiiqatan markaynu kusoo dhawaano weliba shir guddoonka guddoomiyaha iyo cid badan oo la mid ah siduu leeyay dadku waa dad wax matalaan horjoogeel u yihiin golayaasha oo dad sacab soo doorteen siduu leeyahay golihii miisaami lahaa maanta iyagoo la xisaabtamay mid aragta arrintaa maantaan sheegayay 25 iyo khasaaraha iyo dhibaatadaa dhacday golihii kala xisaabtami lahaa ee u yeedhi lahaa ee adeemidkii leeyahay kala xisaabtami lahaa heshiiska uu soo galay markuu golaha gudbiyo soo ka gudubay waa jabaadkoodi ha sharciyan saasay tahay ilaa ay ansixiyaan sharci rasmiyan noqdana oo golo ansixiyaana sida dastuurka inagu qoran dee waxa weeye meel mar maaha in laga degdegayo maxaa looga degdegayaa ee adeemiska dadka leeyahay u dabaaldega oo laysu soo saaraya haddii wax caafimaad qabo oo sharci aan ku wada qanci karna uu yahay war waxaanaan soo galaya ila eega oo adeemidka le dhinacyadan iska taagno wixii dana waa lagu sabooraya tirafka waxaanu u sacayeynay meel walba albaab walba u garaacayna weeye meelkan barbelo waxay markaa waxaan garaacaynay halis badan baa ku gadaamane waxay u baahan tahay in dhinacyo badan laisaga taago inay transparent noqdo waxaa lasoo galay oo biiska soo dhigo laysla eego laga munaaqashoodo laakiin haddii uu yidhaha anuunbaa soo galay anuunbaa garanaysaa adeemidkii leeyahay qarsanaya baarlamaankana marka doona la tegaya imikan waxaa la sheegayaa inay haddii la yidhaahdo ethiopia inkastoo dee issue internationalba ay noqotay oo siday dee ugu suurtagal ahay tahay aanan garan karayn imika inay bil gudahood damceen inay ku diyaar garoobaan oo aanay sugin heshiiskaaba aanay sugin maxaa diyaariya markaa sidaa u iman lahaa ina u dhamaysan lahaa qalabkoodii iyo hawshoodii usoo u bilaaban lahaayeen bil gudahood inay kusoo hawsha ku soo bilaabayaan ayaa inagu maqaala aan runtii maqallay ma caddayn karo laakiin si waxa weeye ila dee runtii lagu kalsoon yahay ethiopia kasoo hadlay waaye dadka ethiopia kuwa dad badan baa dee inaga jooga oo ama soomaaliya ama ethiopiana oo arki karaya waxaan dee adeebidahay gacan maroojintiina aanay suurtagal ahayn marka maxaa ulfaafaahiyo maxaa xogta sheegaysaa markaa ol xogtaasi dee waxay sheegaysaa horto horto isagukiisa sumcad kaga raadinaya abi waxa weeye dal intaas oo taariikha deydeeyay inay bad helaan sumcad badanna uu kaga helayaa dadkiisi markuu intaa u sheego bal laakiin dadka aqoonyahanka ee qoraallada markay imika research aad samayso inay wax caqliyadda ka fog inay arrintaasi suurto gasho suurtagelnimadeeda runtii caqliyadda ka fog bay u arkaa waxaanay arrintan u baahan tahay in si wacan loo daraaseeyo si wacan adeebinkii leeyahay isugu yimaado
وردلك أنه حوي دي بنتكلي هاي قبيل يو يرنتي ولا كلا قبيل وحلو كلا قبيل بس الحد يبغوا هناك هو تشكر حتى شوي مكره يعني واحد تنبه بريو تجي هذا أما حكوت تجي دورا أما جي دبوك تجي أما جي ربوك تجي تجوي سنة ما شرته واحد بيدير وتجي قال يا شو اسوي تجي حوي ما أنت تاريخ واقع عليه وده عشان ما أنت ريرمي جا هاي الكل لوجي هي تاريخ استانت كقرطي لو حكي فكرين يا رجل معروف كها كوب حي مكرنسة وببروح قال لوقا هذا قوي تاريخ واحد تاريخ بكتير تاريخ أو شيء نقول تجين ما تينا نسير رفض تي إنجليز بحيو عي تي دولة دي كوري كل يرم وعين يدو إنت كيرو ولي با حلو قلي هاي كبدنا عين حوي يعني إنه إن عارف ما تقبل يدون أنا نقاب معارض أنا وإيجينين أنا بقرأني سكو إيجين وحن كم معارض هاي موس يوحن محافظ بنك واحد حوي ومسيري ومسير كيني حوي سعاف ما تقبلته إن اللي سجى ما دو الله يجو إن عارف ما تقبلته لو يجو حد كلا يوحن روك تلنيا حكاه الرئيس ودتكي قلبي لا بري دتكي ولا كلفوجي تما هلا شو أصل إن دت كاسي دي لوجا شقين لها إن قلبي جود يو أديم تكلي هاي سير القرن أو لوجون بدهي ودت كلي سو شو عليا لسمعي تازا وحل بكور ريسا مركا حوي دي ودا تير بينا حكو قبسا كرنا عبد الحليم دولة الصومالية هشيس كان استفكرت كاها سومال لان يوتوب ايد احمري سوين بيوغا قيس طينا غتمد حويه قلياشي وال قيلة الصومالية هشيس كان كو آدن وشعب سومال لان ايوار كان إن أنا أوكرين شريتان كودا إيه شيء سيدا قلي سبع سدوك ولا مغلا ولا هني أوكو ده ده سومالي دون إنه سومالي بينا ده كا سومالي ده هاي وحين نقد حياة ديك بين نقد حياة تقام بين نقد حياة وحين نقد حياة كان هو كده دون حياة وحوي سياسة ده هي حدوده لكن سيشن تا سومالي ده ما قاعد بينه وداعنا ما توبي أكو دق ماذا أما جيبوتي أكو دق ماذا أما سومالي دي أنكو قونا هذا أنا من إفدي هذا هو ي ديك هي مقع سومالي بنا قد حي وأنا شو ضم قرينا وتاسي دي نجيب يقولن بردوا هيدو دوانا هيد بدا كين يكو هيستي سومالي هو ي هالكنا إنه قام الدهرات إني أو إنه كل دم قرينا وكل هالجمين كمان يجي أنت عادوا قدي هدي بنت كلي سومالي يجي نلف سوق سود ولا شبوتي سدوكلا بركي ملاح كلا تقال هذا كلوك سعودين ده هو هل كان واحد الله يعني إذا إنه أدري إنك قبل القادين حكومة دين قبل القادس بركي هو ده أنا واحد أركا ونسلاه هي ما أنت مسبح وح دلكي وقال حتى على بدن هذا نحس الشيخ هي الرجل بده أديب إنك ليه هاي نصوم ما ليك ريح هنا. سيدو كل حش عناي. أنا كا شيء سكي دي بي والله هرمك هاد كشيء كيسي أنت قولي إيش هو دي فريسيان تي دي هرمك سومالي لو سكر لي. هذا ما أنت لا هاي وحبا الحش عاد بدهين ودحين المصدي في لوجي هاي تعبك إياه تذكر حك شوي. إبراهيم وتشور مربح. وحنا كيجين. سوسون خلاص ما فهمنا سياسة دي نقول حيسيون بكيجي إنه يعني دوري يجا أديب الكيري هاي نشأ إكتر ما أنت محد إذا تا دوبر مر صاخر نوي هاي تنوي كده وأنت ما أنت ما حد ساعة وش هاي كده وأنت وترد كتوي هوي وهوي عشان دعوة قوة أفك السوشيال مالي هنا كده منكره بدي سين لقاته هدي هرم مر كشارة كوس صاخر نوي دي وأنت فريسة لالين كل ياشي دي وبارلما لالين ما أنت هدي هرم مر يهاي شيء كم صاخر موسى إن أحسن وقت بدي أنا جديد أنا قلت شو الفريسيان صوتيش على الله منها ما يكدوا أنت هيك يكدوا أنت هيك يكدوا أنت هاي تاسوا حتى ولا جديد أنا روي ما ده تاس تاني وحوي أنا هرمر ماركو هرمر وماركو قف كيو أرك هذا هو بيت فرن دوت فرن وأنا أحسن هو عارف ما قمت إلا 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 زمي أجر إن إثيوبيا واحد القفص إنه وان وان وقله إن إنه هذا بنتكلم حرير وعنو وأنا أحسن يلا إنه وان وقله ما كانوا وانو لينا وحين وضع قفشان كرنا ديار بنو شو دويننا لكن شو حوي دي تنو حن أركاني هلس بدن إنه قطعه هلس بدن حس شغل حن سدوم وسوق لح شعبي سمعنا وحقول لح شعبي بدي هاي وحقول مقطع هلس تمام وحوي هتوبي هذه هلك
ما أنت مرن كائن شنو بيو بيس كان الله سيو ودول سوماليات هو يجبوتيو سومالي لان حدود درتوا كلا قاعسة تو بيكم إنسان كل شيء كم تشوك سنة كم 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 ألقى كم كان يسو وهذا كان بقول بقولي لا تكملينه هذا أنا ملة تري حق بين وقفسن يعني وح رنتي دي سيكل أو أنت أسو عيدا سيكل بين وقف صدا أي نوقف سكرة ملة تري لنا هو هذا يعني ما أنت ورنا كرنا إسكا كعن كرنا أنا كرنا أنت أنت أنا كو كان كرا سيفو ده يعني وقع عن كرنا ما waxa weeye arkaan u dhibaataasi inuu muuqato maanta horena mid kale waxa weeye badan dakhayraad badan ba ku duubin marka badda laga hadlayo 200 kilometer laga hadlayo shidaal ba ku jiri kara khayraad kale ku jiri kara 20 kilometer marka laga hadlayo 20 kilometer laga hadlayo 20 kilometer ma yara khayraad badan ba ku duubin waxa soo dhan ba hadee bin kale yahay mid kale badda marinkan badacas waa marin ay dowladda muslim koodan ilaashada awoodeeda iyo gacan ku heynkeeda leeyahay gaar ahaan dowladaha carabtu ee jamiicada carabta ay ku jirnaa kuwaas ay la kamidnahay jamiicada carabtu waxay u arkay Soomaaliland 27 sanado dadaalaysay taraf inay hesho dowladaha aad sheegtay ilaashanayaan iyo dowladaha imka ka hadlayaba arrintii Itoobiya Soomaaliland heshiiska waa garan waxay u arkay Soomaaliya kamid tahay waxay Soomaaliland 27 sano uga laalaadeenay warku waayeen inay ku fardo meel muhiim ah mar muhiim ah mas'uul ka tahay gacantana ay ku hayso ay maanta uga hadlayaan markii ay Soomaaliland laba qaaday dib iyo weel iyo maxaa badda inta leeg I mean dekedda inta leeg yaa inoo maalgeliyay soo dowladda Imaaraadka ma social economy kuma xumeeyo inoo meel ahayn talaabo qaadi kartaa Soomaaliland naga maamula walaal horta de horta laba inaan isku qaldino ta siyaasada ah ee anaga hanala soo maro wali anaga Soomaaliya committee Soomaaliland marka la leeyo waa gaar laakiin marka muwaadinimo iyo dhigiidin ka dhaxeeyo qof ku damqanay waa kala laba markii hadii la yiraahdo badda la isku haystay Kenya ay boosasi badda ku haystay Soomaaliya de wax weeye inagu waxaan ugu damqanayna maxay dhigiina ka dhaxeeyay Soomaalinimada jabuuti waxaan ugu dabqanaynaa Soomaalina baa shaqada taasi mar walba aan deegaanka bixin inaan igana baxda ma inaynu arrinteenana ka dhigno Xasan Sheekh iyo baa ka hadlay waa runtu waa wax ahliyta weey waxa weeye waxaynu arrinteenu inaan ku eegna oo maxay naga bil Soomaaliland ahaan inooga dana maxay inooga faa'iida maxaa khasaare inagu ah Itoobiya si badan oo qiimo iyo sharaf oo kale inagu wada dhaqmi karnaa halkan dhibaato iyo halis intee leeg bay inagu noqon karta waxa weeye anigu waxba Itoobiya uma diidanay waxa weeye dowladaha ay gateway maanta inoo ah weeye dowlad kaliya maanta gateway inoo ah wax badanna runtii aan isku qabno dar badan baan isku qabnaa iyaguna inagu qabtaan iyaguna ku qabnaa inaynu kala faa'iisano mutual interest is leeg waa weyn weyna inuu dhacaaba in dee u baahna laakiin waxa weeye dee inaan toodun uu qabanno teenana lumino oo khasaaraha inagaga imanaya oo ka bato taas baa meeshii in laga saaro baa bal waxaad khasaarihii Soomaaliland khasaaraha aad ka sheekaysay bal faa'iidada Soomaaliland waxa uu faa'iido u jira heshiiska hordhacaadii uu saa ku hirgalo islaam faa'iidada waxaan arki karaa dee Itoobiya waxa weeye dad ballaaran weeye oo 120 milyan waxaanu kaga faa'iideysan karnaa ganacsi badan marka waxa weeye faa'iidadan waxaan arki karaa inaynu xiriir wacan la yeelano xiriir ganacsi la yeelano sii joogteyno intii aynu la lahayn ka badan inaynu magaranaysa u weel samaysano laakiin totally halkaa inay bad ka siinaan ugu faa'iido ma arki waxaan faa'iido u arkayaa inaynu sheerka uga kordhino barbara kala beeska kusoo jeeda militariga iyo beeska ها إنه كونتن كيلومتر بوجرت إيه ما كان سير عقلة ما لقى هي عقلة حدود دي توبيا إيش كده إيه فنتري جيبا ما كان قاعدين تيس كده إيه برنامج بدار كيس اللي له هذا أرامين أراميين أبريها هذا أنا وسعت أبع قديال يو ديم كده اللي هي نمن الصوت ريو أريتها كشغينية ولي هي أرامينو عسر وذاقنا
وين يسكوا لنا قلنا حاسو دمر كله شو لو شو ودي هوي برنامج أنا تلقو بشليني كارن توارن فول ما إن ما أنت نكي ديجس دقن كي ديج يعني وده جينا سومالي هانا عدو أنا نمر دم بيسوق صان نقوم حكى دم بيسوق صان نقوم كرين كنكتو ورما عداوة دي لا جوني نقدر حسي أما حبشي نقدر حسينا أنا لحظة إن إسربان وده جاي مكان سامي سنينا مقرنا سا أكترسي سامي سنينا أو حد حدو رنتي عقل جديد كانوا عايكو هي أترسين تاني هي دنيمة تاني بقوة. هسه ما عمرك قوي اسم الله يماتن سما هاي بكرديش يتقاس. بكرديش دمر البدن حسون بلاه لكن سيدي حدوم ببلاه تاني إذا هذا إسكو قلا بينونه أو تربى بينونه أو هل كان لك سوق الله إيش بيرونه إن إيش ركيني بدله. ما ت يعني دوت ده لحق لي ده اللي يردي دتك ما ت لو كان يستوي شجعان ودكت إلا ون مليون ترى جاريس هذا ده ورمي وشوكت كهذا إنه رحنا ده واحد مودة إن دتك لا قد جاي دت وها لو دل كيله دل كوله ولو بيريه تاسينا حفوزيني سامر كارين تنو بل حفوزيني تاهد بدأ أدير سامي سنة وحاب لك دقيقة دين دالا شوي لسي وإهلا إنو نقول نو على إذا هذا دت كي عندك قابلة ما أنت مركز ترى دور هسي سكوار دم هذا أما هو تكون قفتي وتمس كان هو ذكر لي ولا هذا دلك بعو نينو ده شيء بانها أنا قابلة حبوا دي دي مثله أبا قد إيش ما أنت لك شو تجين دلك هي بدة بوين ولا أنا هاي بقى ريو دي كم ده عملتي مدين عملتي مدين أبا قد إيش هالك لقيت ترجماني دولك هي بدأ هي بو إن غيره دلو أنت بو إنه وضلينا هي 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 ده من كذي هي هذا لو دي كم بداية بكرة واحد لو جو شو بس ليني إن دت كان لو جو بيره سعر المركا نصب كاجي نصب كاجي اللي بديله نصب كاجي اللي بديله كي حتى غير نمدي لقاك هاي مركي هو اللي يبين سود وين ينون لها إن إير بيلر سمالين لها إير السمالين سكنا هوية مركي دمنا وحلا إذا دنا يعني هوية وعدو وحبيش من هنا وحن يعني ما قال إذا هذا ورمضة ورمضة ينو هذا النسب وداقنا تقول واحد شو لأنه حوي إيش الكيني دني مدني عريت تيجي إنه عينه راح نوان صدق ملبك بكتو شيء مركب برايد كيني قب قب كيني وقيمه عينه لحين أيرنتي دو حرر لقول من إيش لقول أي لوم من إيش أيرنتي كهيو بانتي دين آد لقوا لقوا فكروا ليش جاي ما دو حلقة قبته مد يود كا قوي هن كهاي يدك كي علم ده ها يدك كي حجرت كهاي دغ كه اللي أرنتن أنا كجابسون وأنا أيرنتي وأرجع رفض رفض تسأل بدن سوقاتان دلال بدن ما تيجوا حي إسرائيل كده حي فلسطين كده حي meel badan oo kala ka dhacay saasum balo soka tan waxa weey meel fog weyn la doon in la gaari doonta maanta hadaynaan deenaan runtiisiga sheegay toobiy marka salaay aan wax weey dad aan abaal isu hayno in inaan wax wadaagnaan jicil lahay weey laakiin seenina waxna kala yeelano waxna waxna la wada yeelano ayaa meeshi jeen u baahan hay ugu dambeyn abd ahleen bal adu soo kubi halka maxaad aragtaa halka waxaan arkaa runtii in arintan dulka la dhigo loo talabadsado loo talabadsado doodo caafimaad qaba oo aan mucaaradi maxafidtoona lagu eegine si daah furan dowladuna usoo bandhigto wixii ay soo galaysay iyo wixii ay hayso waqti intan ka ballaaran la siiyo haddaynu halisaha isla arki karnana sidii ay ugu wanaagsanayd ee Itoobiya inaynu walaalnimadeenii iyo jaarnimadeenii u sii wadan karayno aynu sameyno arintana ictiraafkeeda iyo iyaga waxaan waliba odhan lahaa Itoobiya waxaan u kordhin karnaa saamiga barbara 90% Itoobiya demarin biyood bay u baahan tahay meel ay bad kala soo degto ee bulshadeedii ganacsigeeda u baahan tahay waynu u kordhin karnaa
وأن دقدق وحياة عاد فضح لغو صمي. رجع أخيارتنا داونا سين تهسيا كسوق بجمانيا ورئيسي قال كهان لي لأن سياسي عبد الحليم محمد موسى وحكومة دي مدحين الرجال نحن لك الدوق سوق بطي ورئيسي كمان حنا كدل استاجي إن شيء كيس أفكارات كه دحم راي سومال لاني يتوبيا يسوق كلا قطبة هل استقوى سومال لاني فايدين ككشرة أربعة سين سوق والله فكرني أنت برامج كبرامج حياة سوق كل متنورك كي جانو وبرامج شكرا حتى كي تيجي سين بتكليو. ما شاء الله سودو هذا لجانكات شركة تلسوم محمل وحي الكود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وغوشي وإشا بليك تيدا انتو سوق لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوو وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقور غايقا حفيز كاقا إيو غوبتا هذا الشقو فضلا نقال سوحيدي نمبر كقابن 121